خش بقى فيها نسجل احداث ما يدور الان في مصر للاجيال اللي جايه. عزيزي المصري اللي هيجي بعد 100 سنه، حصل النهارده الكلام ده مع ان السيسي اللي كان بيحكم مصر في الفتره بتاعتنا دي دخل معركه محسومه بنسبه، ما فيش معركه اصلا بنسبه، احنا نمثل انت هتمثل عليه، ما فيش نسبه اصلا، لكنه حريص في كل مشهد انتخابي ان يحشد ادواته وقوته الضاربه اللي عاشت طول عمرها زي الامل في قفا الحاكم. طول عمر الفئه دي كده، التاريخ بيقول لنا كده، طول عمر الفئه دي بتعيش زي كده الفطريات، انا اسف والله، تحت باط الحاكم فقط لا غير، فطريات تعمل بقى يهيصوا ويعملوا دعايه للحاكم، شو وحركات وجو كده يضحك بيه على الناس. اول ادوات كل الحكام، اول ادوات بيبرس البندقداري، اول ادوات شجره الدر، اول ادوات الاوون، برقوق، السلطان برقوق، الاشرف شعبان، كلهم ادواتهم ايه؟ اول حاجه الدين، دي الورقه الرسميه، صلاح الدين الايوبي نفسه الورقه اللي اتعامل بيها الدين، الراجل حشد كل الجماعه المشايخ وبقى يصرف عليهم، ولما كف عليهم صرف بدا يعمل خنقوات تكايه عشان يجوا الناس التانيين اللي عايزين تدين. الدين بدات الدين او ورقه الدين دي هي الورقه الرابحه، لانه معروف ان المصري سواء مسيحي او مسلم او يهودي هو بيحب الدين جدا، ولا ايه؟ هو عارف ورقه الدين عشان هو عارف ان الشعب المصري ما يعني مش هنقول متدين بطبعه زي ما كتير بيقولوا، لكن الشعب المصري بيحب الدين وبياكل معاه كلام المشايخ والأساوسة وحاجات جامده جدا. كل الحكام اللي دخلوا مصر كانوا مدركين دي، وقبل الانتخابات ما تبدا لقينا واحد زي الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس ما يسمى بالدعوه، دعوه يعني ايه؟ دعوه يعني نشر، يعني هدايه قصريه، يعني يروح كده ينشر الدعوه، نائب رئيس الدعوه السلفيه، طالع في فيديو دعائي غريب جدا يقول لاتباعه ما حدش يتكسف، حدش بيكسف وهو بينتخب السيسي، روحوا انتخبوه عشان ما فيش افضل منه يحافظ على الدعوه. تعال نشوف كده الفيديو ده. هاخد الموقف ده حفاظا على الدوله ومصلحتها وحفاظا على الدعوه والحزب، بناء على ان الموقف السياسي ده اهون ما اعطيه من اجل ان احافظ على بقائنا كدوله تقاوم سيل جارف من التغيير. ولذلك انا مش عايزكم تبقوا كانكم مكسوفين من ان انتم بتختاروا رئيس السياسي، لا يا اخوانا، انا بقول لكم ده معطيات اهي، المعطيات دي ان انا ده اكثر من يمكن ان يقود الدوله في الظروف الصعبه دي. ليه؟ لان انا عندي مين تاني يعني؟ ما عنديش حد تاني، ما عنديش بدائل اخرى، الوضع الاقتصادي وحش جدا. طب وانت دلوقتي في هناك ما هو اسوء؟ هناك ما هو اسوء. رمؤية تحكي لكم على الست السودانية، سابت كام جرام ذهب رمؤية؟ 350 جرام ذهب سايباهم في البيت عشان تنجو من الاغتصاب والقتل. طب هقول لكم حاجة، الأكل والشرب غالي بس موجود، وإحنا عايزين يعني الناس تقعد بالأربع أيام ما يجيلهمش كهرباء غير ساعتين. وأنتوا بتتقطع عندكم إيه؟ ساعتين في اليوم، ماشي كده؟ وربنا يستر وإيه وتنتهي بإذن الله. أولاً الراجل مش قاعد لوحده، الراجل قاعد مع الحتت الطرية بتاع السلفيين، حكم حتت الطرية بتاع السلفيين دي طرية طرية يعني، مفيش كلام كتير. مفيش رغي، مفيش مناقشة. الجزء الطري عند السلفيين ده طري. على أبوه يعني. مفيش بقى هنبمبج بقى ونناقش وبتاع، أنت ما عندكيش مخ. أنت فرش متاع. حاجة حلوة قوي. ده واحد بيقول لها أمه مش عارف مين، أمه مش عارف مين اللي قاعدة دي طبعًا، وصوتها حتى سمعنا كده صوتها ويا عيني بتتكلم وهي مكسورة قوي. لا 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 لا، سمعني الفيديو تاني، مستعجل ليه؟ سمعني الفيديو تاني وركز، بس ركز كده انه في حتت طريه قاعده، في مراوح شغاله، اتفضل. ايه بقى مين اللي وصلنا لكده يا شيخنا؟ مين اللي وصلنا للوضع الضايع ده؟ مش حضرتك؟ مش حضرتك من 10 سنين في دورتين قبل كده وانت عمال تقول للناس انتخبوا السيسي حفاظا على الدعوه وحفاظا، وانتخبوه وسمعوا القراطيس كلامك، وبعدين وصلنا لإيه؟
جبنا واحد الغسالة بايظة جاي يصلحها باظت، انت قلت لنا ان ده احسن مهندس صلح غسالات بوظها وبعدين، فما فيش غيره يا جماعة، يعني هو بوظها وهو يعرف يصلحها، طب احنا اصلا بوظها مش هيعرف، مين اللي وصلنا لكده غيرك انت وغير كلامك الكذاب ده. نكمل كده بقى اخوانا، انا بقول لكم ده معطيات اهي، المعطيات دي ان انا ده اكثر من يمكن ان يقود الدوله في الظروف الصعبه دي. ليه واقفنا ليه؟ ليه اكثر من يقود الدوله؟ ليه؟ ليه مصر فيها 109 مليون او 105 مليون ما فيهمش ذكر تاني؟ هو انت لا تصلح؟ هو انت لا تصلح عموما يعني، بس في غيرك يصلح. ليه مصر ما فيهاش ليه؟ ليه 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 مصر يعني خلاص ما انجبتش غير القزم الأزعى ده عشان هو الوحيد اللي قادر؟ ليه مين اللي قال ان هو الوحيد اللي قادر؟ ليه بتحكموا على شعب 105 مليون بني ادم فيهم كفاءات علميه وقياديه وعسكريه وطبيه؟ ليه مصر ما فيهاش؟ ليه الفقر؟ كمل. ما عنديش حد تاني، ما عنديش بدائل اخرى، الوضع الاقتصادي وحش جدا. طب وانت دلوقتي في هناك ما هو اسوأ؟ اه هناك ما هو اسوأ. لو معايا تحكي لكم على الست السودانيه. اهي الست طلعت اهي. لا مش عارف، هو بيفهموا لغه بعض، عندهم لغه تانية غيرنا بتاع البشر دي. هي ولا شوفها اهي. فاهمها، هو فاهمها. ايه الدعايه الحلوه دي يا شيخ ياسر؟ بصراحه انت تستحق جائزه الاوسكار في الدعايه السلبيه. ودي كانت اغلب التعليقات الساخره على نشطاء الفيسبوك او السوشيال ميديا. جائزه اوسكار افضل دعايه دي من شيرين عرفه. مخبر امن دوله ياسر برهامي لاتباعه مش عايزكم تكونوا مكسوفين وانتوا رايحين تنتخبوا السيسي، ما عندناش بديل. تخيل الفشل. شاهت وجوه السلفيين المصوتين لفلته عصره وزمانه عبد الفتاح، وطبعا ياسر برهامي بيبصم مرتين، مره في اللجنه ومره عند الضابط اللي مشغله. غفران، من خطط خداع ياسر لأتباعه أنه كان إمامهم يصلي الصلاة الواحدة تستغرق وقتا من الأذان للأذان الذي بعده، يعني بيصلي الظهر العصر راكعا وساجدا، ولم ينتبه أتباعه أن صلاته وركوعه وسجوده لكل سلطان جائر لغيره وربما معطاء له. ده اللي بيقوله غفران، أنا مالناش دعوة بالصلاة. واحد برهامي شمشيرجي السيسي، يعني بيلبسه يعني. بداية شمشيرجي لفظ تركي خادم السلطان الذي يقوم بغسل ملابس الحاكم الوسخة وجعلها بيضاء والإنحناء للحاكم كي يصعد على ظهره وتلبيسه الحذاء، وهذا ما فعله ياسر برهامي بالضبط. خرج برهامي في فيديو يحث أتباعه على انتخاب السيسي بطريقة الفهلوة والنصابين في المولد. أنا هسأل ياسر برهامي، هي مصلحة الدعوة أهم من مصلحة مصر؟ مصلحة الحزب قصدي أهم من مصلحة مصر؟ ثم مصلحة الدعوة الإسلامية اللي هي دعوة اللي هي بتحض على انك تقف جنب اخوك المكلوم المألوم، ما سمعلكش فيديو زي ده ليه في غزة؟ مش لينا اخوة واخوات قاعدين في الطل دلوقتي في العراء؟ ما طلعتش ليه كلمت وجمعت ليهم مساعدات؟ ما طلعتش ليه زي اليهود ونددت باللي بيحصل فيهم؟ يعني عندنا يهود في العالم كله، يهود في العالم كله طلعوا نددوا باللي بيحصل في غزة، مش مالكش صوت ليه؟ اشمعنى هنا انت نشط قوي؟ لكن مش ده ياسر برهامي برضو اللي كان من كام سنة أيام حسني مبارك بيتكلم عن ظلم الحاكم وازاي انه ما ينفعش المسلم يدخل على الحاكم أو الحكام الظلمة ويكون أعوانهم في الانتخابات وإن الانتخابات حرام؟ هو نفسه، خدوا فضيحة ياسر برهامي دي، هو نفسه في 2010. شوفوا المشاركة في الانتخابات على اعتبار أنها الطريق للإصلاح، أظن أن هذا وهم سوف يدركه الذين يشاركون في ذلك وقد شاركوا فيه مرات ولم يتم إصلاح من خلال هذا الأمر، وهو يتضمن تقديم تنازلات كثيرة جدا عن مبادئ الدين، فيترتب على ذلك خلل كبير. ركن إلى الذين ظلموا، قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. من هنا كان التحذير من الدخول على السلطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دخل على السلطان افتتن. الإمام أحمد قاطع ابنه الذي كان يدخل على السلطان ويقبل عطايا مع أنه يقر بأن له حقا
في بيت المال، لكن لما كان هناك ظلم وكان هناك نوع من السكوت ونوع من الإعانة على تقرير هذا الواقع فكان ما هاجره. إيه الأخبار؟ هو نفسه ياسر برهامي في 2010، هو ده كلامه ولقوا بالأحاديث وبالسنة وبالسيرة وكل حاجة في الدنيا. هو نفسه طلع اهو جايب حد تبعه، وبص طلع بص عامل صباعه كده اللي هو ايه، تتصور وانت رافع صباعك. هو نفسه ياسر برهامي. لا تركنوا الذين ظلموا، نجيب بقى ايات بقى احنا. وهي دي مشكله الدين الحقيقه، انه لما يقع في ايد دجالين فيوظفوه عايزه ازاي؟ ايه الفرق بين ياسر برهامي وعادل ادهم في فيلم صرصره فوق النيل؟ مفيش فرق، والله ما في فرق. عادل ادهم بيقول لنعمة مختار بتقول له ما انتوا الرجاله ليكوا اربعه، لا لا تسعه وحياتك. قالت له ازاي؟ لها مثنى وثلاث ورباع، يبقوا تسعه. طريقه في تخريجه كده نخليهم تسعه مش اربعه بس. ففي 2010 لا تركنوا الى الذين ظلموا، في 2023 لازم ننزل انتخابات لان البلد ضاعت وبتاع، وهو الاقدر، واحنا عارفين ان في كهرباء تقطع والدنيا غاليه وبتاع، بس يعني مفيش غيره.